لا هيدا اجمل شوز فعلا يعني. منو جد جد هذا احلاهم. هذوليك وسخين وانا حلوين. منو جد هذا احلاهم. بس هذا اللي كنت عم. لسن لسن انا اشتغل عند واحد لو ما بعت هذا اليوم جد جد رح يورطني. بليز عشان خاطر انت رجل اعمال. بليز عشان خاطر بليز. يعني جد والله قالوا لازم ابيع اغلى شيء عندي. ممكن اخذ هيدا ويطلع لي هديه هيدا؟ نو انت تاخذ هذا واعطيك هذه هديه وادفعها من جيبي انا. مام جيت اللايف. جود باي. ما نطلع البطل. اي دونت لايك ذس. ما حبيت الفكره. رو ويدا تيربل سيلز وومن. ثانك يو. اوكي رويدا المحروقي كنت بائعه ارجالك. شو ارجالك؟ فاشله بالانجليزي ولكن شاطره بالعربي. شوفي لو كنت حكيتي بالعربي معه لرجل اعمال كنت خلصتي حالك احلى. ليش؟ ليش؟ فكرني امريكاني بعد شوي. بتعرفي شو؟ أنا اكتشفت إن أنا ما أنفع أبيع. أنا ممكن أدفع من جيبي. ولكن ينفع تشتري. أوه طبعاً أنفع أشتري. شي مرة هيك خطر على بالك تشتغلي بياعة؟ بعدين عملني بطريقة مو حلوة. كيف يعني؟ عملني بطريقة شي مو مهتم والموبايل. لأنك منك رويدة المحروقي لما لعبتي هالدور. ما حبيت الفكرة. I like رويدة المحروقي better. طيب شي مرة فكرت تبيعي شي بشي؟ شي محل مارسي هالمهنة؟ أبيع إنه فكرت يمكن أفتح محلات بس إني أبيع فيها واقفة أبيع. أي نوع من المحلات بيخطر على بالك؟ ورد شوكولات. ليك الرومانسية إنه كل الأشياء اللي ذكرتها بدل قد إيه هي رومانسية شخصيتها. إنه إيه مط يعني مطعم يعني فيه شمعة بينه إيطاليان أو مثلا كوفي شوب هيك كتير يكون فانكي. لقيتيها صعبة إنه تمثلي هيك نوع من الأدوار؟ إني إن اللي صار؟ هو طبعا من غير سكريبت كثير صعب. ليه ما بتحبي الارتجال؟ الحين نحن نرتجل في حياتنا اليوميه بس ما عرفت اتصرف بعدين فجاه احب الرخيص شو اسوي فيه. طيب رويدا كنتي ممثله ما بعرف التقييم كيف راح يقيمك خاصه بهالفقره. نحن بنهيك كل حلقه كل المراحل خليكم حنونين. نحن دائما حنونين اكيد. كل المراحل اللي مرينا فيهم بالبرنامجنا رح نقيمهم. اوكي. اوكي ونقول لك كنتي مين ببرنامج انت مين رويدا المحروقي. رح تعرفوا انا مين؟ اكيد. اوكي. بحلقتنا الليلي ابحرنا مع رويدا في بحر علاقاتها بزملائها الفنانين وشفنا انسانه ودوده محبه ومحبوبه وعلاقتها بشكل استثنائي جيده بزملائها. ولفتتنا ثقتها الكبيره بالنفس. وعلى الرغم من انها كانت خايفه من الكاراوكي كتير بس فعليا قدرت مشت حالها منيح وعطتنا اداء جيد نسبيا. رويدا حطت ايدها بايد البرنسيس ميريام وشفنا انسانيتها بنظرات عيونها. بممنوعة تقول رويدا زمطت كانت مركزه انها ما تغلط اكثر من تركيزها كيف لازم تجاوب. هالشي بحسسنا انها بتاخذ حتى التحديات البسيطه بشكل جدي كتير. بينما الصوره تتكلم رويدا كانت واضحه كتير ممنوع الاقتراب من حياتها الشخصيه ومستعده تلجا للقضاء لو حدا تجاوز حدوده معها. ببروفا رويدا ذاقت طعم الياس والفشل امام اصرار برونو وبخله وما قدرت تبيعه الحذاء الغالي. ومع ليه هيك بتكون النتيجة 5-1 لصالح رويدا. يعني نجحتي بخمس فقرات. برافو رويدا. فقط بفقرة روبا. اوكي جود حلو. هيدا كان التقييم. قدي هالكلام بيشبهك؟ جزء كثير كبير منه صحيح. الحين فقرة اللي هو ممنوع ممنوع تقولة لان انا كنت لعب اكثر عرفتي فكنا نتسلى. هو يمكن احب التحدي واخذ اتحدى نفسي اكثر مني اتحدى غيري. فيمكن جزء منه صح جزء منه لا. اني مثلا ركزت في مواضيع غير مواضيع ثانيه. ان جنرال بشكل عام اتصور انه ايه صح قريب مني. وانا بقول بشكل عام قدرنا نعرف انت مين ببرنامج انت مين رويدا المحروقي. نسمع منك الاغنيه الاخيره بحلقه اليوم وهي دبله. وين الدبله؟